خلال هذا الشهر الكريم رمضان كنلاحظوا واحد مجموعه ديال التغيرات في نمط الحياه، وهادشي ناتج على مجموعه ديال التغيرات ناتج على المسائل يعني تقليديه او عادات اللي كانت تبدلوا في خلال هذا الشهر الكريم. وبالتالي ملي كنتكلموا على مشكل النوم، فمشكل النوم مع الاسف اللي كاين انه الناس كيبدلوا الاوقات ديالهم وكيولي النوم عندهم قليل، فهذا قله النوم هي اللي كتجعل انه تلقى انعكاسات سلبيه على صحه الشخص، خصوصا ملي كيكون مصاب بعض الامراض المزمنه. فبالتالي الانسان خصو يضبط النوم ديالو خلال هذا الشهر الكريم من رمضان، ويحاول انه يعني يعطي الوقت الكافي للذات ديالو باش يرتاح. اللي كنصحوا به انه فعلا بعد وجبه الفطور انه انسان يقوم بالمسائل العاديه ديالو، يقدر يخرج يتمشى يصلي التراويح يرجع ياخذ واحد الوجبه بسيطه ديال الاكل، ومن بعد يمكن له يرتاح ما يسهرش. يعني مع الاسف مجموعه ديال الناس كيبقاو سهرانين الليل كامل وكينعسوا مور الفجر. هذا خطا كبير انه الانسان ينعس واحد الوقت ويستيقظ للسحور وباش يتسحر وبعد يرجع ينعس. فملي كنحسبوا العدد ديال النوم تقريبا واحد 6 ساعات كتقدر تكون كافيه. الشخص اللي كيحس بارهاق يقدر يزيد واحد الفتره ديال القيلوله، هذه الفتره ما خصهاش تتجاوز 30 دقيقه، بين 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، لان ملي كيكون النوم كثير في النهار غادي ينعكس كذلك على النوم ديالو في الليل، ما يقدرش ينعس بالليل. فالانسان اللي كيحس بالعياء في النهار يقدر ياخذ واحد القسط وجيز من بعد يعني في وقت القيلوله من بعد صلاه الظهر. المسألة الثانية واللي مهمة جدا أنه هذا التغيير في نمط الحياة وقلة النوم عند بعض الأشخاص كتنعكس سلبا على مجموعة الأمراض المزمنة، كأمراض السكري، مرض السكري، كارتفاع الضغط الدموي، كمشكل ديال الصرع. الصرع كيتأثر بشكل كثير بقلة النوم، فحتى الناس اللي ما كانوا النوبات ولات قليلة، ملي كيقل النوم عندهم كيوليو النوبات كيوليو أكثر، وكيضطر أنه يشوف الطبيب المعالج باش يعطيه الأدوية اللازمة باش ما يبقاش المشكل. كذلك تكلمنا عن مجموعه ديال الامراض، كيف ما كنوعوا على مجموعه الامراض المزمنه كتاثر كيف ما كان فوق ما كيكون شي تغيير في نمط الحياه، سواء في النوم، سواء قله الحركه، سواء التغيير في يعني الاكل. هادشي كله كيقدر يكون عنده انعكاسات سلبيه على مجموعه ديال الامراض المزمنه، خصوصا بدي كنتكلموا على الصرع، كنتكلموا على مرض السكري، امراض القلب والشرايين، ومشكل ارتفاع الضغط الدموي.